اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. واخيرا تنظيف السمسم، المرحلة النهائية لتنظيف السمسم. زي ما انت شايف السمسم بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كويسة جدا اهو، تمام. طيب السمسم ده طبعا يعني تم تنظيفه بطريقة التنفيض، تمام، يعني تم قعد بعد الحصاد مدة من 15 لحد 20 يوم، وبعدين طبعا تم التنفيض، ودي المرحلة النهائية. بنداريه طبعا من التبن اللي انت شايفه قدامك ده، تمام، والغبارة والكلام ده كله. طبعا قلنا نداريه بالمهزة بالشكل اللي هشوفه ده، بحيث ان في الشوائب الكبيرة اللي انت شايفها دي، تمام، اللي هي الأظرف والجرون دي، استحالة ترمي الهواء فهتقعد معانا في المهزة فهنرميها، فيطلع السمسم معاك بسم الله ما شاء الله أعلى جودة لتنظيف السمسم، وهيطلع معاك كويس جدا جدا، يعني لا في ترابة ولا غبارة ولا أي حاجة خالص. السمسم فقط لا غير، دي مهزة ضيقة شوية، فبيتم تنظيف السمسم بالشكل ده، تمام. طيب هنتكلم ان شاء الله عن اسعار السمسم، وهنتكلم عن وزن الارداب، وهنتكلم عن كل التفاصيل. في البدايه بشكركم جدا جدا على مشاركتكم للفيديوهات ومتابعتكم، وبشكركم جدا على دعمكم للصفحه. يا رب دايما نقدم محتوى يفيدكم وينال اعجابكم. بالنسبه لوزن الارداب، وزن ارداب السمسم 120 كيلو فقط لا غير. وزن ارداب السمسم 120 كيلو. طيب بالنسبه طبعا التاجر هياخدوا منك 124 كيلو اقصى حد ليه، غير كده يبقى ما تبيعش لحد، تمام. طيب الاسعار، طبعا اسعار السمسم يعني السنه اللي مضت كانت اسعارها عاليه جدا، اسعار السمسم كانت واصله 13000 جنيه و13 ونص و12000. السنه دي اسعاره منخفضه لان المعروض والمزروح كتير جدا جدا، فاسعار السمسم منخفضه. هنشوف الاسعار وهنشوف كل التفاصيل، فتابع معايا الفيديو علشان تستفاد، وبرضه حاول تفيد غيرك بالفيديو. شايفين يا جماعه المهزه، يعني الشوائب اللي هي مش هتطير من الهواء قاعده في المهزه فبنرميها، تمام. طريقه كويسه جدا عشان تدري السمسم وتنظف السمسم ويطلع معاك بالشكل، يعني يعتبر اعلى جوده في تنظيف السمسم. بالنسبه لانتاج الفدان، والله فدان السمسم ممكن ينتج معاك من 6 اراضي لحد اعلى انتاجيه لفدان السمسم 8 اراضي. اعلى انتاجيه لفدان السمسم 8 اراضي، تمام. وزن الارداب زي ما قلنا 120 كيلو. طبعا الصفحه عليها فيديوهات فيها كل التفاصيل عن موعد الزراعه وطرق الحصاد، وفي فيديوهات لتدريس السمسم، فممكن تدخل على الصفحه تستفاد منها جدا، وتابع معايا الفيديو علشان تستفاد منها. بالنسبه لاسعار السمسم السنه اللي مضت يا جماعه، السمسم طبعا كان واصل 14000 و13000 جنيه، تمام. ملحوظة بس عادي، يعني انت ممكن تعمل السمسم تدريه كده اهو، تمام، ممكن تدري كده اهو بأي حاجة اهو، تمام، ولكن انا يعني فضلت ان انا اعمله بالمهزة دي، تمام، عشان الأظرف اللي هي دي، عشان الأظرف التجيلة اللي هي دي تطلع معانا برضو ايه في المهزة، شايفين؟ يعني عملت كده اهو، نزل طبعا التراب الناعم وده اللي بيقعد ايه فوق، فانا فضلت ان انا ايه ادريهم بالمهزة، بحيث ان ايه يعني السمسم يبقى حاجة نظيفة زي ما انت شايف كده اهو. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة عظمة. ادي السمسم ده كده بقى جاهز للبيع على طول، تمام. زي ما شفتوا طبعا السمسم يا جماعة تمام كده، يبقى كده عرفنا مراحل الانتاج عشان تحصل على السمسم ده. يبقى يعني بعد الحصاد بيقعد يعني من 15 يوم لحد 20 يوم، وبعدين بيتم طبعا التنفيض. بعد وصورنا التنفيض وعرضنا لك كل حاجة برضو على الصفحة. بعد التنفيض بيتم عملية الهز، وبعد الهز بيتم ان هو طبعا ايه يتدرى. وزي ما قلت انا برضو يعني انا بدرب المهزة بحيث ان نطلع منه الأظرف دي، ويبقى السمسم معانا كله بالشكل ده، تمام، يبقى نضيف كله ما فيهوش اي حاجة الحمد لله، تمام. دي طبعا مراحل انتاج السمسم. زي ما قلنا في ناس اما تعمل السمسم، يعني في ناس مخصصة ليه، ولكن دي طبعا ايه يعني مساحة صغيرة فبنعملها احنا. بالنسبه لاسعار السمسم يا جماعه، قلنا وزن الارداب وعين الناس كتير. طبعا انا بشكركم جدا على مشاركتكم ودعمكم للصفحه، تمام. بالنسبه لاسعار السمسم النهارده التاريخ 28/8/2024، سعر ارداب السمسم معاك من 9000 لحد 9200 جنيه لارداب. الناس اللي هتقول اسعاره يعني السعر قليل بتاعه ليه، طبعا السعر قليل لان المعروض السنه دي ان السمسم كتير جدا، المعروض السنة دي من السمسم يا جماعة كتير جدا جدا، يعني كمية سمسم السنة دي يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يبارك في خير بلدنا، وربنا يبارك لجميع المزارعين. يعني الناس بتشجع وتتعب طبعا،
ولكن اعتبر سعره كويس، تمام. ولكن اعتبر سعر السمسم لحد كده طبعا ايه كويس. طبعا يعني البرميل يعني يحفظ حاجه حلوه بصراحه، حفظ السمسم معانا، لان طبعا اديلهم حوالي 3 4 ايام او يومين تقريبا ايه منفضين، ف يعني مع الانشغال بصراحه محدش فاضي يعني. تمام. شايف لازم الجو يكون هوا زي ما انتم شايفين السمسم، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كويسه جدا. انواع السمسم طبعا في شندويل وفي ديل الجمل وفي الوزاره اللي هو الهاي تيك، يعني الوزاره الهاي تيك اللي بيجي من وزاره الزراعه ده يا جماعه يعني بيبقى وزن بيخش طبعا في حوالي 8 اراضي، يبقى حاجه ما شاء الله حاجه زي الفل. وصورنا طبعا الانتاج بتاعه وصورناه وهو بيدرس. وطبعا في حاجه مهمه جدا، يعني كنت في لقاء المزارعين وقال يعني هو بيجيب التجاوي، قال طبعا بيجيب التجاوي بيزرع منها سنه تمام ويتج منها السنه اللي بعديها، بعد كده يا جماعه بيشتري تجاوي جديد عشان التهجين طبعا ما يقلش منها، تمام. بتبقى يعني دي فكره كويسه جدا جدا، يعني تجيب تشتري تجاوي نظيفه تزرع منها سنه وتج منها سنه، والسنه اللي بعديها تشتري منها وتشتري جديد، واديك شايف السمسم بسم الله ما شاء الله حاجه زي الفل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.